هلا انا اول ما بديت بدي اعطي انا سؤال بالامتحان للطلاب على الباور فاكتور، فاجيت ركبت هاي الدائره، ما حكيت للطالب انا شو هي الدائره، ما بهمه اصلا هو. اجيت حطيت انا هون 2 SCRs back to back SCRs anti parallel SCRs، واحد بهذا الاتجاه واحد هذا، AC to AC converter على فكره، هذا مش rectifier، راح يغير ال AC اللي موجود هون ل AC جديد، وهلا راح تشوفوا شكله. فعندي هون SCR هي الجيت تبعته، هيها من هون والجيت تبعت هذا من هون، ولاحظوا هذول سميناهم anti parallel او back to back SCRs، يعني الانود تبع واحد مركب على الكاثود تبع الثاني، فهذا بيشتغل بال 180 درجة الأولى أو مسؤول عن ال 180 درجة الأولى تبعت الـ AC، وهذا مسؤول عن ال 180 درجة الثانية من ال 180 لل 360. حطيت هون resistive load، طبعا هو مزبوط resistive load و resistive load linear، بس إحنا هون صار هذا اللود صار non linear مزبوط، ليش؟ لأنه في عندي switching هون، أوكي؟ وإلا كان رح يضل linear load وما فيش عندي power factor واحد، أوكي؟ بس اللي سبب الباور فاكتور راح يبطل واحد، راح يصير في عندي ديستورشن، وممكن يصير عندي ديسبيسمنت كمان بالحاله هاي، هو وجود الاس سي ارز الاثنين هون. وعملنا فايرنج للتو اس سي ارز هذول بزاويه مقدارها 60 درجه، ورح نشوف الدائره هاي بعدين، ما تهمك كثير، ما تهتمش كثير بالتفاصيل، المهم انك تفهم الفكره العامه. اذا هون هذه الدائره اللي موجوده هون المفروض تعطيني ويف فورم بين هون وهون، ولاحظوا هي انا اخذت الاي سي وشبكته هون بالجراوند، واللود شبكته بالجراوند. فانا عامل هون هلا هذه الويف فورم رح تطلع هون، رح تتاخر 60 درجة، هي 60 درجة هون، والأوتبوت رح يطلع شكله زي هيك. والجزء الثاني رح يطلع، وهذا الشكل الأوتبوت. شو غيرنا هون بالويف فورم؟ شو شكل الويف فورم الأصلي كان؟ ساينوسويد، مزبوط؟ عملنا لها AC to AC conversion، AC to AC conversion، غيرنا فيها، عملنا عليها firing angle، فغيرنا الـ RMS تبعها. هو كونفرتر، هو اي سي تو اي سي كونفرتر، شو عمل كونفرجن؟ غير الار ام اس تبعت الويف فورم اللي كانت هناك، اللي هناك راح تكون البيك على جذر التنين، هون راح تصير فانكشن اوف الفا اللي سميناها الفايرنج انجل. وبعدين اللي عملته انا عشان اقدر اعمل السؤال واعطيه للطلاب، اجيت قلت هي راح اخذ الكرنت هلا اللي مار في هذا اللود، وين الكرنت اللي مار في اللود؟ هيو اسمها الكرنت اللي مار في اللود، وعلى فكره هون الكرنت راح يكون مطابق للفولتج، لانه هذا ريزيستيف لود، مظبوط؟ مش شكل الفولتج راح يكون نفس شكل الكرنت، بس سكيلد باي ايش؟ الكرنت بالفولت، الكرنت بالريزستر والفولتج عبر الريزستر شكلهم دائما ايدنتيكال، مزبوط؟ ايش بس بيكون العلاقه بينهم؟ سكيلينج بقيمه ار، مش هيك؟ فبكون مضغوط، اذا ار اكبر من واحد بكون الكرنت اصغر من الفولتج كماجنتيود، واذا كان ار اقل من واحد بكون العكس، بس هم شكل الويف فورم نفسها، فشكل الفولتج ويف فورم نفس شكل الكرنت ويف فورم. انا ركزت على الكرنت هون، فاخذت هذه شكل الكرنت، واخذت الان السيجنال اللي طالعه بعد ما قستها، هي قست السيجنال تبعت الكرنت عن طريق مالتي ميتر، اخذت هاي السيجنال من هون وصرت ايش اعمل فيها؟ عملت عليها فورير اناليسيس، فطلعت منها الفاندمنتال، طلعت منها الثيرد، انا عارف ما في سكند ولا في فورث، لانه السيجنال هاي شو ايش اللي خلاها ما يكونش فيها ايفن هارمونكس هاي؟ سيمتريكال سيمتريكال ايش؟ ايش؟ هاف ويف سيمتري، هاي بس فيها هاف ويف سيمتري، لا هي اود ولا ايفن، واضح انها مش ايفن ولا حتى اود، القطعه هاي بتخرب عليها بتبطل تصير اود، لو في قطعه ثانيه زيها هون، هاي على فكره الويف فورم اود، بس فيش ويف فورم زي هيك، فاهمين؟ بس هاي الويف فورم مش اود ولا ايفن، فراح يطلع فيها كوساين وساين، او راح يطلع فيها ساين مع زاويه. لكنها هاف ويف سيمتري، شو يعني هاف ويف سيمتري؟ خذ هاي واعملها شيفتنج 180 درجة واضربها في ماينس 1، مش بتنطبق على هاي؟ إذا في هاف صفر، وإذا في هاف ويف سيمتري شو اختفي عندي؟ الإيفن، فما في سكند ولا ثيرد، ما في سكند ولا فورث ولا سكس ولا، وركزت أنا على الأول والثالث، يمكن أنتم مش شايفينه من عندكم من هون، هذا ثالث، خامس، سابع، تاسع، 11 و13، أخذت أول 13 هارمونيك، هذا اللي هو الفاندمنتال، وأخذته من هون طلعت الأمبليتيود وقسمته على جذر التنين عشان يعطيني هون الار ام اس، واخذت الامبليتيود وقسمته على جذر التنين يعطيني الار ام اس، واخذت الزاويه زي ما هي بتطلع معي هون بالديكريز، هو معمول حتى يطلع بالديكريز، فطلعت الامبليتيود او الار ام اس والزاويه لكل هدول اللي موجودين هون، اعطوني الزاويه والامبليتيود لكل الهارمونكس اللي موجوده هون، وحسبت انا كمان الباور هون، ضربت الابارنت باور، ضربت، خليني اعملكم زوم على هاي حتى تقدروا تشوفوها بشكل اوضح.
هاي هدول هاي من 9th هارمونيك 11th هارمونيك، واذا بتطلع اي واحدة من هدول لازم يكون في داخلها في الفريكونسي اللي مطلوب عليها، فهاي الفاندمنتال فريكونسي 50 بس الهارمونيك هو التاسع. وبعدين هون قسمنا على جذر التنين بس عشان نحول من بيك ل RMS، فطلع معي هون الفاليو تبع RMS، هون بتطلع الزاوية، والزاوية ما رح تطلع زيرو لأنه في عندي كوساين وساين. بعدين أخذت هون ضربت V of T في I of T، إيش بعطيني V of T؟ small V of T في small I of T شو بعطيني؟ small P of T، مش هيك اللي هي؟ سميناها instantaneous power، هذه متغيرة ولها ضعف الفريكونسي تبعت I و V. بس إذا أخذت دخلتها على المين ولازم أحكي للمين إيش أقول له؟ لازم إيش أعطيه؟ الفريكونسي، لأنه بده يعرف على أي فترة يعمل الأفرج، أعطيني فريكونسي، أعطيني هون الريل باور، صار عندي ريل باور، صار عندي أبارنت باور، إيش بقدر أطلع أنا بالحسابات بإيدي؟ باور فاكتور، بقسم هدول التنين على بعض. هلا إذا عملنا ران لهاي رح تعطيني كل الهارمونكس المختلفة هاي اللي موجودة هون، وبنشوف هلا شكل الويف فورم. فإذا عملت ران لهذه هلا بدكم تنتبهوا، اذا بدك تشوف الويف فورم بشكل واضح على الاوسيلوسكوب بدك تضطر شو تعمل؟ بدك تحول الديسيميشن لسامبلينج وتحط سامبل تايم، والا رح يعطيك شكل ملخبط شوي. هو ملخبط مش لانه الحسابات ملخبطه، بس لانه الاوسيلوسكوب مش عم بيعمل سامبلينج على كل نقطه من النقاط. لاحظوا الهارمونيك الاول بيبدا يهدى، بيبدا يستقر بكير، الثانيين لسه فيهم تغييرات. هلا المفروض يطلع معي نفس الحسابات اللي وين حطيتها للطالب في الامتحان في الجدول اللي اعطيتكم اياها المره الماضيه. فانا برجع هلا ما بحكي لك، انا بس بقول لك هي لود نون لينير لود سحب هذا الكرنت، وهي هي الفاندمنتال والهارمونكس تبعته. فمثلا اذا اجينا عملنا زوم هلا خليه يخلص. اوكي رح ياخذ وقت طويل من وين سكند كثير دكتور. نعم وين سكند كثير. انا حاطط قديش حاطط كم ملي سكند، مش مشكله. هلا بنعمل هون، هلا وجينا اطلعنا على هدول هون رح نشوف فيهم الفاليوز اللي رح اخذها. هي طلع هون، متذكرين الارقام اللي اعطيتكم اياها ايش كانت؟ هيها 18.4. ايش ال 18.4 هذا؟ هذا اللي هو الفاندمنتال كرنت، الار ام اس تبع الفاندمنتال كرنت، مش هيك؟ اللي هو 18.4 امبيرز. زاويته ناقص 16.47. يعني هدول ايش الرقمين؟ هدول رقمين مهمين، شو بقولوا لي؟ بقولوا الفاندمنتال كومبوننت تبعت هاي، هاي شكلها ساينوسويد الويف فورم؟ لا، بس احنا شو عملنا؟ فككناها. اول واحد طلع معنا الساينوسويد الاول طلع معنا اللي له نفس الفريكونسي تبعتها، الار ام اس تبعه 18.4، واذا ضربته في جذر التنين بكون هو البيك. وزاويته متاخر 16 درجه ونص عن مين؟ عن الفاندمنتال فولتج اللي هناك او عن الويف فورم اللي هون اذا بدك تشوف الويف فورم، بس هو هذا هو الزاويه اللي بتهمني، هاي الزاويه بتهمني لان هاي الديسبيسمنت. فهذا في ديستورشن وفي ديسبيسمنت، مضبوط؟ الديسبيسمنت هاي سببها هون، بتاخر الفاندمنتال عن الفولتج من هون. نطلع شكل الويف فورم، ما بعرف اذا بيطلع معنا هلا الان. اشوف اذا عملت هون هلا على الاوتبوت شوف شكل الويف فورم. هيها واضح. هيها شايفينها هون؟ هاي هون تأخر، وهذا لاحظوا هذا ان فيز مع، فهي عندي تأخرت 60 درجة، بعدين عملنا فارينج، تأخرت 60 درجة، كان عندي 2 اس سي ارز، واحد منهم عمل هذا التأخير مضبوط؟ البوزيتيف، والثاني عمل هذا التأخير اللي هو النيجاتيف، هي صار عندي إذا هلا صارت هاي المعلومات جاهزة، وين أخذتها حطيتها؟ حطيتها بهذا السؤال، هلا أنا ما حكيت للطالب شو اللي موجود. ليش ما أخذنا ثاني واحد؟ ليش ما اخذنا ايش؟ ساين واحد ومن بعدين اسمه شرطه قوي. بس البوزيتيف يعني؟ لا بوزيتيف نيجاتيف من بعدين شرطه او شيء زي هيك يعني. خليني اسالني هلا السؤال بس اخلص هاي عشان افهم عليك. هاي هون اجينا خطيت النهار، هاي قلت انا سحبنا كرنت. والكرنت انا بالسؤال ممكن اعطيك، بعرفش اعطيك بالسؤال هذا انا ما اعطيتكم اياها، بس ممكن اعطيك بالسؤال انه الار ام اس تبع الكامله السيجنال كامله 19.66. هاي تقسمت لفاندمنتال الار ام اس تبعه 18.4 وزاويته تاخر 16 درجه، هاي كان الغلط اللي انا اعطيتكم اياه المره الماضيه، هي 150 مش 15. وبعدين 3.02. هلا كل اللي طلبت منه السبب الرئيسي لهذا السؤال ايش بدي اطلع؟
لطلع الباور فاكتور. كيف بسهوله هلا بطلع الباور فاكتور؟ على مين بركز؟ مين اللي راح يعمل لي ديليفري لباور؟ اول بس الفيرست هارمونيك. شو بهمني منه الفيرست هارمونيك؟ بهمني هذا لانه هذا راح يعطيني الديستورشن فاكتور اذا قسمته على مين؟ على التوتال اللي هو هذا. او هذا تقريبا كيف ممكن اجيبه؟ تقريبا بس مش كاملا. ناخذ من ربع هذا زائد من ربع هذا من ربعهم بس بعطينا رقم اقل شوي لاني موقف عند ال 13th هارمونيك. لو اني كملت لل 50 وهذا بيقترب الرقم بيقترب من هذا. طيب وايش الثاني شو بهمني؟ هذا عباره عن ايش؟ ديسبيسمنت. اذا شو بعمل بهذا؟ باخذ كوساين تبعه وبعطيني الديسبيسمنت باور فاكتور او ديسبيسمنت فاكتور. باخذ هذا وبقسمه على هذا بعطيني ديستورشن فاكتور. يعني في ان افيشنسي سببها انه انا مش عم بعمل ديليفري لباور غير بهذا الار ام اس وهدول على الفاضي. وفي ان افيشنسي اني عملت شيفت ما بين الفاندمنتال والفولتج بمقدار 16 درجه ونص. اذا ضربنا هدول الاثنين ببعض المفروض يعطينا وفعلا بعطينا نفس الهايت مكان تتاكد منها. لو اخذت الرقمين اللي بيطلعوا من المات لاب من السيميلينج قسمتهم بعطيك نفس الباور فاكتور اللي موجود هون في هذا السؤال اللي هو اظن بيطلع 0.898. هي اذا اخذنا هلا هي اخذنا كوساين 16.5 ماينس وبلس نفس الشيء بعطيني 0.96. هذا السبب هذا الباور فاكتور اللي سببه ديسبيسمنت بين الفاندمنتال والفولتج وهذا سببه الديستورشن اللي اخذته اي 1 على اي اس. هلا اي اس يا بعطيك اياها بالسؤال بتكون دقيقه اللي هي 90.66. إذا ما أعطيتك إياها بالسؤال وين بتجيبها؟ بتربع كل هذول شو عم تحطهم تحت الجدر بيطلع رقم أقل شوي. أظن المرة الماضية طلع معنا هذا بيطلع هذا يمكن 19.5 شيء زي هيك لأنه ما أخذناش غير الـ 13th هارمونيك. وهدول إذا ضربتهم الآلة التنين في بعض بعطوني 0.898. هذا نفس الجواب رح يطلع معنا لو رجعنا هون على الـ على الريزلت اللي إجت من هون وقرأنا القراءة اللي هون بالريل باور بالريل باور او اكتيف باور وقسمت على ابيرنت باور بيطلع معي نفسه. وعلى نفس الجواب بالضبط اللي هو الباور فاكتور ما بين الاثنين.